بسم الله الرحمن الرحيم. والله التحضيرات يعني صار في توقف طويل، ممكن ان قدرنا ان نستعيد انفاسنا او نعيد ترتيب اوراقنا للتحضير لهذه المباراة اللي تعتبر بالنسبة لنا يعني مفترق طرق، يعني لازم ان احنا نفوز في هذه المباراة بأي طريقة ممكنة. آخر مباراتين لنا في القسم الأول، نتمنى ان احنا نطلع منها بالنقاط الكامله، لان ما في مجال بسبب نزيف النقاط اللي طاف في المباريات اللي طافت، فما في مجال للتعويض الا في هذه المباراتين ان شاء الله، ونعيد ترتيباتنا بعد فتره الانتقالات. طبعا احنا حتى في المباريات اللي خسرناها قبل ما كنا سيئين فنيا، كنا نأدي مباريات كثيره بس ما حالفنا الحظ في اكثر من مباراه، ولكن إن شاء الله بتكاتف الجميع أن نطلع بنتائج إيجابية. بالتوفيق إن شاء الله. وياك، شكرا.